في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. هل يوجد منك نسخ متكررة في العالم الموازي؟ في هذا الوقت الذي تسمع فيه هذه الكلمات، ربما يوجد شخص آخر نسخة تبقى الأصل منك يقوم بشيء مختلف تماما في عالم آخر موازي. ربما تعتقد أن هذه الفكرة مجرد خيال محض أو مجرد أسئلة تأتي في لحظة تأمل، ولكن لهذه الأسئلة نظريات كثيرة تدعم وجودها، فتعالوا معا لنعرف كل شيء. تقول نظرية العالم الموازي تلك أن هذا العالم مؤلف من نسخات منك بشكل متكرر ولكن بظروف مختلفة، أو دعونا نقول مرآة لانعكاس واقعك بشكل مختلف تماما عما تعيشه اليوم. فعلى سبيل المثال، قد تكون الآن تعيش حياة ليست على ما يرام، في حين ربما يكون نسختك الثانية في العالم الموازي يعيش الحياة التي تتمناها، أو ربما يوجد نسخة ثالثة منكما يعيش حياة لا مبالية ويختلف عنكما تماما حول كيفية اتخاذه للقرارات التي تغير مجرى حياته أو الجوانب النفسية لديه ومواطن الخير والشر عنده. يقول أينشتاين أن العالم عبارة عن كتاب مكون من عدة صفحات، كل صفحة عبارة عن كون مستقل بذاته. وقال العالم والباحث روبرت لانزا أن كل الأكوان الممكنة موجودة معا بصرف النظر عما يحدث في أي منها. أحد بديهيات العلم التي لا شك فيها هو أن الطاقة لا تنعدم إطلاقا حتى بعد الموت، كما لا يمكن لها أن تنشأ من العدم. ولكن هل انتقلت هذه الطاقة من عالم إلى عالم؟ هذا هو السؤال. ظواهر عقلية غريبة، أو ما يعرف اصطلاحا بديجا فو، هو إحساس غريب ينتاب الفرد فجأة ويشعر أنه شهد حدثا من قبل، وفي بعض الأحيان يتنبأ بما سيحدث بعد ذلك، أو يواجه أحداثا وكأنها ذكريات ماضية من حياته. فسر العلماء هذه الظواهر على أنها مرتبطة بالجانب العصبي للفرد، ولكن من الممكن أن تكون ذكريات من العالم الآخر. فهل أحسستم بهذا الشعور من قبل؟ هناك دراسات كثيرة لأشخاص يدعون أنهم ينتمون إلى عالم يختلف عن عالمنا، ولا يعرفون كيف قفزوا إلى هذا العالم الموازي، كما أن هناك دراسات كثيرة لأشخاص يدعون أنهم انزلقوا إلى عالم موازي يختلف عن عالمنا. والقصص التي حدثت كثيرة، منها هذه القصة التي سأرويها لكم. يقول صاحب القصة الذي يروي ما حدث له وهو في زيارته لجامعة بورتلاند في الولايات المتحدة ليحضر فيها مؤتمرا طبيا يخص مجاله بالطب، وكان المبنى تحت الصيانة وفيه عدة طوابق، وكانت الجامعة قد عينت كل شخصين معا. كنا في الطابق الثاني وكان لدينا اجتماع بالطابق الثالث، فقررنا أن نأخذ المصعد أنا وزميلي بنفس القسم، وكنا وحدنا فيه. ولما وصلنا إلى الطابق الثالث كان المكان مظلما جدا، ليس فيه أي إضاءة حتى ولو خافتة، وكان الطابق صامتا ومخيفا وخاليا تماما ولم يكن فيه أي شخص. ذهبنا إلى الغرفة التي كان من المفترض أن يكون فيها الاجتماع، لكنها كانت مغلقة بقفل ومظلمة تماما من الداخل مثل باقي الطابق، وكان المبنى كله في ظلام دامس، والأبواب كانت مغلقة بالكامل، والمفارش قديمة، والجدران كانت تبدو وكأنها في السبعينات من القرن الماضي. والشيء الأغرب من هذا أننا لما نظرنا من النوافذ اكتشفنا أننا كنا الوحيدين في المبنى. اكتشفنا أن الشارع الذي يقع فيه المبنى غريبا جدا وخاليا تماما، ولا يوجد به أي سيارات، والتي كانت تملأ الشارع حين وصلنا إلى المبنى في البداية. وقفنا نحدق في ذهول غير مستوعبين لما يحدث، وكأننا في حلم عجيب حيث لم يكن هناك أي إنسان في الشارع، وكأن الشارع ينتمي لعالم آخر غير عالمنا. قررنا بعدها أن نرجع إلى المصعد الذي نقلنا من الدور الثاني والذي كان يعمل بشكل طبيعي،
ولما عدنا للطابق الثاني وجدنا الناس طبيعيين ولا يوجد أي شيء غريب بالمبنى. الأبواب مفتوحة والمبنى مضاء بالكامل، وكانت كامل مرافق المبنى تعمل بشكل طبيعي. بعدها قابلنا بعض معلمينا وأخبرناهم بذلك الحدث الغريب ومحاولتنا للوصول للطابق الثالث والالتحاق بالاجتماع، ولكننا لم نجد أي حياة تدب في ذلك الطابق حيث الظلام الدامس والتراب. فرد علينا معلمينا مستنكرين ما حدث، وقالوا أنهم منذ فترة قصيرة كانوا بالطابق الثالث ولم يشاهدوا ما قلنا، وأكدوا أن كل شيء فيه كان طبيعيا وليس كما وصفنا. وفعلا بدأنا نلاحظ صعود ونزول الناس على السلم بطريقة عادية تخلو من أي عجب أو استغراب، فقط يمارسون يومهم بشكل طبيعي. ولما صعدنا مرة أخرى للطابق الثالث وجدنا هذه المرة الطابق مضاء وليس مظلما، والأغرب من هذا أنه كان مجددا بشكل كامل ولم يكن فيه أي شيء مما قد شاهدناه من قبل. الأنوار كانت مضاءة والناس يمارسون يومهم بشكل عادي، وكانوا يتنقلون من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى مكان بشكل طبيعي. وذهبنا لغرفة الاجتماع ووجدنا نفس الغرفة التي صعدنا إليها من قبل، ولكن بدا الاختلاف شديدا، فبدلا من أن كانت مغلقة ومظلمة الآن أصبحت مضيئة بالكامل، وبها أشخاص يستعدون للاجتماع ومفروشة بفرش جديد وحوائطها بحالة ممتازة، والناس يجلسون على طاولتها بشكل عادي. ونزلنا للطابق الثاني من جديد ثم صعدنا من خلاله مرة أخرى، ولكن لم تتكرر تلك الحالة الغريبة معنا أبدا. يقول صاحب القصة أنني منذ تلك الفترة لم يتكرر هذا الحدث معي مرة أخرى أبدا، ولا أعلم أي تفسير له، ولم أتوصل لأي شيء، ولا يوجد أي شك فيما رأيته وشاهدته أنا وزميلي بنفس القسم، ولا ندري أكنا في المرة الأولى بنفس المبنى أم أن المصعد أخذنا في نفس تلك الفترة الزمنية لعالم آخر. هل تعلم أن هناك أكوان متعددة؟ هل تعلم أن الكون يتمدد بمعدل 67 كيلو مترا في الثانية؟ هل تعلم شيئا عن ارتطام عالمنا في مرحلة تكوينه بعالم مجاور، وخلف ذلك وجود منطقة فارغة في الكون تضغط على عالمنا؟ هل سمعت قبل ذلك عن أشخاص قفزوا من تلك الأكوان إلى كوننا؟ ابقى معي للنهاية لتعرف كل شيء. إن هناك ظواهر وألغاز كثيرة في الكون لم نتوصل حتى الآن من فهمها، فنحن لازلنا لا نعرف ما هي المادة المظلمة، ولا نعرف ما هي الطاقة المظلمة، ولا نعرف كيف حدث الانفجار العظيم من لا شيء. إن نظرية تعدد الأكوان هي فرضية في الأديان، في علم الكونيات والفيزياء والفلك والفلسفة والمسائل الرياضية والخيال العلمي، وقد تأخذ الأكوان المتوازية في هذا السياق أسماء أخرى كالأكوان البديلة أو الأكوان الكمية أو العوالم المتوازية. إحدى الملاحظات المهمة التي لاحظها العلماء أنه لا يوجد مكان محدد للإلكترون. عند دراسة الذرة هناك شواهد على وجود الأجسام الذرية في أكثر من مكان واحد في نفس الوقت، وفسر ذلك بوجود عوالم متوازية بالبلايين، بحيث يظهر الجزيء الذري في مكان آخر وتظهر جزيئات ذرية من عوالم أخرى في كوننا بعلاقات غير مفهومة. لقد تمكن علماء موجات الراديو الفلكي من العثور على منطقة فارغة مساحتها تتجاوز كل المناطق الفارغة التي عثرنا عليها في السابق. هذه المنطقة الفارغة تقع على بعد حوالي 8 مليارات سنة ضوئية، ويصل قطرها إلى ما لا يقل عن مليار سنة ضوئية. وتعتقد مجموعة من علماء الفيزياء الأمريكيين أنهم عثروا على تفسير مناسب. حسب قول هؤلاء العلماء فإن هذه البقعة عبارة عن بصمة كون آخر تضغط على جدار عالمنا، وأنها نشأت بتأثير ارتطام عالمنا بالعالم المجاور في لحظة مبكرة من نشوئه. قام الباحث الأمريكي ديفيد روب بإجراء اقتراح بين 72 من الفيزيائيين البارزين في عام 1995، ونشر في الدورية الفرنسية في يناير عام 1998. أشار إلى أن 60% تقريبا يعتقدون أن نظرية العوالم المتوازية حقيقية،
وفي الثمانينات من القرن الماضي وضع عالم الفيزياء ستيفن هوكينج مع فيزيائي يدعى جيمس هارت الفرضية مفادها أن الانفجار العظيم خلف أكوانا متوازية كفقاعات بعضها بجوار بعض. هذه الأكوان تشبه كوننا من حيث القوانين والمكونات، وأخرى تختلف عنه في كل شيء. فلعلك الآن ترغب في معرفة أول قصة من نماذج كثيرة لأشخاص من تلك الأكوان الذين انزلقوا إلى عالمنا ولا يعرفون كيف حدث لهم ذلك. إذن فابقى معي للنهاية. قصة من أكثر الأحداث المحيرة في القرن العشرين، لم تتضمن صحونا طائرة أو نظريات مؤامرة أو فعل إجرامي أو حتى مشاهد لمخلوقات غريبة، لقد حدث ذلك في يوم يبدو عاديا في أحد أكثر الأماكن المملة والدنيوية التي يمكن للمرء أن يتخيلها. كان ذلك في عام 1954 في مطار هانيدا بمدينة طوكيو باليابان. كان العمل يبدو كالمعتاد حتى هبطت طائرة قادمة من أوروبا وبدأ الركاب النزول إلى أرض المطار. بينما كان الحشد يشق طريقه عبر الجمارك، صعد رجل ذو ملامح قوقازية في منتصف العمر، يرتدي ملابس أنيقة، وكان يتحدث اللغة الفرنسية واليابانية والعديد من اللغات الأخرى. وكان في محفظته مجموعة متنوعة من العملات من مختلف البلدان الأوروبية. عندما سألوه عن موطنه الأصلي أصبحت الأمور غريبة جدا. قال أنه من بلد تدعى توريد على الحدود بين فرنسا وأسبانيا. أخبره المسؤولون أن توريد هذه غير موجودة، ولكن الغريب أنه قدم لهم جواز سفري الصادر عن بلده هذه توريد، وأظهر لهم تأشيرة سفري التي تؤكد رحلاته التجارية السابقة إلى اليابان ودول أخرى. وعندما سألوه عن سبب زيارته، قال إنه كان ينوي عقد اجتماعا مع شركة تجارية يتعامل معها. قام المسؤولون بالاتصال بالشركة التي يتعامل معها، وكانت المفاجأة إذ أخبرهم المسؤولون بالشركة أنهم لم يسمعوا عن هذا الشخص من قبل، ثم وجدوا معه أوراق حجز في فندق بالمدينة. قاموا بالاتصال بالفندق وأخبرهم المسؤولون هناك أنه ليس هناك حجزا بهذا الاسم في الفندق. ثم طلعوا على دفتر الشيكات الخاص به، فوجدوا أن البنك المدرج في دفتر الشيكات الخاص به غير موجود. سخر الرجل منهم وقال لهم هذه نكتة سخيفة. أطلعه المسؤولون بالمطار على خريطة العالم لكي يؤكدوا له أن دولة توريد هذه ليست موجودة على الخريطة، ثم أشاروا إلى دولة أندرو التي في نفس موقع الدولة التي يدعي أنه منها. ولكن الرجل غاضب بشدة مؤكدا لهم أن توريد هذه موجودة منذ آلاف السنين، ثم أكد لهم ثانية أن هذا هو موقعها على الخريطة. وبدأ الذهول على ملامح الرجل الذي أصبح في صدمة شديدة. تم اعتقال الرجل الغامض ونحوه غرفة في فندق قريب، بينما كان المسؤولون يحاولون معرفة ما يجري. وفي صباح اليوم التالي أصبح اللغز أكثر غموضا، إذ أن أحد سكان توريد الوحيد المعروف اختفى تماما من غرفته بالفندق والذي كان تحت حراسة شديدة. ومما زاد الأمور تعقيدا، اختفت جميع وثائقه الشخصية بما في ذلك جواز سفره ورخصة القيادة الصادرة عن الدولة الغامضة. كل هذه الأوراق اختفت من غرفة الأمن بالمطار. بحثت الشرطة ومسؤول المطار عن الرجل الغامض، ولكن كما لو أن اللقاء برمته لم يحدث أبدا. والأمر المثير للدهشة أن هذه الحالة تكررت في بعض الدول، حيث تم العثور على رجل قبل ذلك يتجول في فرانكفورت في عام 1851 في شمال شرق ألمانيا. ادعى الرجل أنه من بلد تدعى لكساريا، ثم سألوه عن اسم القارة فقال اسم القارة سكريا، حيث أن الدولة والقارة ليس لهما وجود. حالة أخرى مشابهة مع شاب كان يسرق رغيف خبز في باريس في عام 1905، وكان يتحدث بلغة لا يمكن التعرف عليها على الإطلاق. ادعى أنه من دولة تسمى ليزيبيا، والتي كانت موضعها مشابهة لموضع دولة البرتغال، ومع ذلك لم تكن لغته البرتغالية ولم يعترف بخريطة البرتغال كوطن له. والسؤال الآن
هل ترد هذه في مكان ما؟ وماذا عن لكسيريا أو ليزيبيا؟ هل سقط هؤلاء الرجال إلى الوراء عبر الزمن؟ أم انزلقوا من كون آخر غير معروف؟ أم أن هناك تفسير لم يتضح لنا بعد؟ إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.